الكلمة دي كنت بحبها قوي 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 قوي. كان تحدي كبير جدا اللي انت بتلعب في نادي أسوان إمكانيات قليلة وعايز تثبت لنفسك وتثبت للناس كلها اللي هي ما كلمتنيش او قالت لا عمرو كبر او قالوا لا احنا مش عايزين عمرو. كان تحدي كبير جدا اللي كل يوم والله العظيم انام لازم اثبت نفسي كل ماتش انا لازم ابقى جامد. كنت كل ماتش اعمله اجيب اعمل جون او اجيب جون ببقى سعيد قوي من جوه اللي الحمد لله الناس بتتكلم عليا كويس والمدربين او الانديه اللي ما كانتش عايزاني رجعوا تاني كلموني كلهم ده بفضل الله. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمني مسج اللي هو اشتغل واعمل اللي عليك والباقي عليا يعني فاهم بقى على ربنا يعني فاهم. فانا اتعلمت بعد السنين ده كلها اتعلمت في الموقف بتاع اسوان ده بالذات اللي انت اشتغل واعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك الخير في اي حته انت عايزها ده فاهم. بس انت اشتغل واعمل عليك وكافح واشتغل بما يرضي الله واتعب فين مش مشكله بس هيجيب لك اللي انت عايزه. يعني كانت من السنين الحلوه قوي. وكلمه مستر اسيست دي ما كنت بنافس انا وعلي معلول على مستر اسيست. هو بيلعب في الاهلي نادي كبير جدا 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 وانت تلعب في اسوان طبعا نادي حلو جدا ونادي كبير بس الاختلاف الامكانيات كانت رهيبه. وتعافر وتوصل انت وهو زي بعض في نهايه السنه هو عامل حوالي 16 جون وانا عامل 16 جون فاحنا الاثنين نوصل 16 اسيست ده كان رقم كبير جدا. وكنت السنه دي جايب 8 تجوان او 9 تجوان وطلعنا المصري في الكاس برضو لضربات الجزاء. فكان بالنسبه لي كان من المواسم اللي كان فيها تحدي كبير جدا 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 وربنا كان موفقني بزياده يعني الحمد لله.